طب واحد من تلاميذ الكندي على الامام. لما دخل تفت للامام قال له: اما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل عن عمله؟ ما بيكون واحد ينصح على هذا يقول له بطل عن العمل؟ جاب هذا الى تسجيل متناقضات الى القران. تفت له قال له: سيدي انا تلميذه، شلون اقدر اعترض عليه؟ اولا ما عندي قابليه، ما عندي استعداد علمي، وثانيا هذا ادبيا ما اقدر على استاذي. قال له: زين انا اطرح لك فكره، انت انقل له الفكره. قال له: بلى. قال: روح لي قل له انت هذا القران اللي جاي تفهم منه معنى وتتصور ان هذا المعنى متناقض، ها؟ ما يجوز ان يكون هناك معنى اخر لقائل القران غير المعنى اللي بذهنك. اذا قال لك يجوز، نعم، قل له: احتمل ان يكون ذاك المعنى، ليش تحتمل التناقض؟ قال: انت لما تقول ان الكلام جائز، نعم، الى معنى غير المعنى اللي انت فهمته. يعني مثلا واحد استهم من لفظة القرء الطهر، واحد اخر استهم من لفظة القرء بالقرآن الحياة، فانت ليش تحتمل بس هالمعنى؟ جائز اكو معنى اخر. لما تمر عليك الاية يجوز الآية مو بالمعنى اللي انت فاهمها، فروح قل له هالكلام. فعلا اجى لي قال له: اولا تحسب ان القرآن عندما تقرأه فيه معنى غير المعنى اللي يتبادر الى ذهنك؟ قال له: جائز، هذا موجود في اللغة. قال له: زين اذا شلون تقدر تعرف انت اذا اكو معنى اخر جائز؟ شلون تعتبر انت المقصود هالمعنى بس وتقول ان هذا المعنى متناقض؟ فطن الكندي، سكت. قال له: من اين لك هذا الكلام؟ قال له: خطر على ذهني. قال له: لا، انت مو قد هذا الكلام، اخبرني من اين. قال له: والله اخبرني بذلك الامام الحسن العسكري. قال: بلى والله، هذا الكلام لا يخرج الا من بيت نبوة. صدقت. ثم قام مزق الاوراق، نعم، امتنع.